أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن المجتمع البحريني مترابط ومتماسك، وجيل اليوم يبني علاقاته المجتمعية على صلات صلبة أسسها الآباء والأجداد، مشيرا سموه إلى أن الوحدة الوطنية قادت البحرين لتحقيق الإنجازات والوصول للريادة في العديد من المجالات والتصدي لمحاولات النيل من التماسك المجتمعي وتعكير صفو الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة منذ الأزل. جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر القضبية صباح اليوم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على أن تحظى كل مدن وقرى مملكة البحرين بنصيبها الوافر من التنمية والبناء بلا استثناء، وينعم المواطن بالخدمات التي تكفل له العيش الكريم أينما كان. وأشار سموه إلى أن جميع التوجيهات للوزراء والمسؤولين تركز على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المناطق، ويتم ذلك وفق أعلى مستويات الإنجاز والكفاءة وبالشكل الذي يتناسب مع احتياجات المواطنين ويلبي متطلباتهم المعيشية. وقال سموه إنه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة لأن مسيرة العمل مستمرة في استكمال مشروعات التطوير في كل المناطق وتنفيذ ما يستلزم من مشروعات جديدة، وذلك ضمن منظومة شاملة تستهدف تحقيق تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم على كافة المستويات. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله على تطوير كل مدن وقرى المملكة عبر مشروعات لتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية للجميع. وأكد سموه أهمية تعزيز التواصل بين الوزراء والمسؤولين مع المواطنين وممثليهم مع أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر من خلال الزيارات الميدانية التي ترصد الأحوال على أرض الواقع وتسهم في وضع الحلول ومتابعة كل ما يشغل بال المواطنين من أمور في كافة نواحي حياتهم المعيشية. وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها السادة النواب في متابعة احتياجات دوائرهم في مختلف المناطق، قائلا سموه إن كل ما يعرض له النواب من مشكلات تخص مناطقهم هو موضع اهتمام من الحكومة بمختلف أجهزتها، فجميعنا يعمل من أجل هدف واحد هو ازدهار الوطن وشعبه، وجميع الأبواب مفتوحة للتنسيق في كل ما فيه لكل ما فيه صالح الوطن والمواطنين وخدمة الوطن ورفعته.